يقول: هل التنعيم ميقاتا للمعتمر القادم من خارج هذه المملكة لمن أراد أن يأتي؟ لا، الخارج يحرم من الميقات الذي في طريقه، مواقيت لأهل اليمن يلملم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل المدينة بالحليفة، ولأهل العراق والمشرق ذات عرق. فإذا مررت بالميقات تريد الحج أو العمرة فلا بد أن تحرم منه، ولا تؤخر الإحرام إلى التنعيم. التنعيم إنما هو للذي ينوي العمرة وهو في مكة، فيخرج إلى التنعيم، يخرج إلى التنعيم ويحرم منه. الذي في مكة يريد أن يعتمر يخرج إلى التنعيم ويحرم منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تعتمر بعد الحج أرسلها مع أخيها إلى التنعيم لأنه أدنى الحل فأحرمت منه.